القدرات الذهنية والسؤال هو عارضة المرمى ترتفع 2 متر 44 سنتي عن الأرض، فما هو إجمالي ارتفاع العارضات في ملعبين؟ وهتجاوبي غلط. إجابتك؟ ثانية، إجمالي ارتفاع العارضات كلهم؟ إجابتك، دوستي على البازر، عايز إجابة، اتفضلي إجابتك. ماشي، في ملعبين؟ تمام. ثمانية؟ ثمانية أربعة. ألا؟ ثانية ثانية ثانية. لا لا لا. أنت هتمسكي إيدي؟ أنت هتمسكي. طب 460. إجابة خاطئة. كده. هتمسكي إيدي، مش لازم أقول إجابة خاطئة بإيدي. أه صح تمام. أميرة إجابتك؟ 4.88. وخدتي وقتك وقعدتي تفكري. أه آسف. ولا مسكت إيدي. السؤال سهل جدا. ليه بقى؟ كنت عايزه تقولي ايه؟ انا في الاول كنت اقول 2 متر 44 سنتي، يعني كنت فاكره ان العارضه، يعني العارضه الواحده عموما. اولا انتوا الاثنين ما فكرتوش ليه؟ 2 متر نفس نفس 2 متر 44. لا مش نفس. امال ايه؟ الملعب فيه كام عارضه؟ في جونين في الملعب. اثنين. اه في ملعبين، يعني 4 تجوان. شفتوا بقى؟ شفتوا ان في اسئله محتاجه شويه هدوء وتركيز؟ اتفضلوا. اجابه غلط يا اميره. الإجابة الصحيحة 9 متر 76 سنتي.